شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق طلائع الجيش ب3 أهداف مقابل لا شيء. معي في هذه الأثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. مباراة ولا أجمل ومباراة ولا أروع، من أجمل مباريات النادي الأهلي من الناحية الفنية والناحية التكتيكية النهاردة. فوز مستحق و3 نقاط مستحقة كابتن سيد. الحمد لله، يعني فوز مهم جدا بالنسبة لنا في سلسلة من المباريات المهمة جدا في ختام الدور الأول تحديدا، يعني بتقرب المسابقة على المنتصف بتاعها، لكن واحدة من أجمل المباريات زي ما أنت قلت. الحمد لله من حيث الاستحواذ أو السيطرة أو التحرك أو خلق الفرص أو احرز الاهداف الحمد لله. كابتن سيد، التنويع اللي بنشوفه وتعدد محاور لعب النادي الاهلي، بوصل بجيب اهداف عن طريق الكره الارضيه، عن طريق العمق، عن طريق التسديد من خارج منطقه 18 للمباراه الثانيه على التوالي، اعتقد كلها امور بتدي حلول للنادي الاهلي في المباراه القادمه. ده شغل فايلر الحقيقه، مقدم شغل هايل جدا مع اللعيبه، حتى لو كان في ناس مش موجوده للغيابات او الاصابات او الرؤيه الفنيه او حتى ان انت بتريحهم للمباراه اللي جايه، لكن ما بحسش ابدا باي اختلاف الحمد لله. كابتن سيد، مقوله البديل والاساسي اختفت في النادي الاهلي في الفتره الاخيره، بنشوف اي لعيب بينزل، عمليه سياسه التدوير والروتيشن اللي بتتم في النادي الاهلي بتتم باتقان. الحمد لله، يمكن انت عشان القائمه بتاعتك قائمه قويه جدا وكويسه جدا، فالمساوات متقاربه، وده اللي انت هتحتاجه في الموسم كله عشان تقدم موسم زي اللي احنا فيه ده. لازم الخطوط بتاع او اسف الافراد بتاعتك تكون قريبه جدا في المستوى. يعني كابتن سيد، ده قرار ما بين شوطي اللقاء، قرار مبهم مش بيبين له اي ملامح ولا حيثيات بايقاف الكابتن سيد عبد الحفيظ، وهو عنده مباراه ايقاف في مباراه المصري القادمه وغرامه 50,000 جنيه، مش عارفين الكابتن سيد عمل ايه. والله ما اعرف، انا يعني انا حزين جدا ومش عارف الرد يبقى ايه الحقيقه. يعني نجاح اي مسابقه في الدنيا كلها هي لوائح وقوانين مش توازنات واهواء. يعني انت طلع لي حيثيات القرار ايه، ايه اللي انت عملته؟ لو انت عملته قبل الماتش ما كنتش اخش المباراه اصلا بتاعت بيراميدز، لو عملته اثناء المباراه انا خدت انذار في المباراه عشان بقول له عايزين نلعب كوره كتير، اداني انذار ويعني سكت انا وقعدت على الدكه وما فيش مشكله خالص. لو بعد اللقاء انا ما عملتش حاجه بعد اللقاء، لو انت بتعاقب الفريق الاخر ولا حاجه انا مالي، انا يعني انا مالي بالقصه ديت. ونجاح اي مسابقه في الدنيا كلها ان انت تبقى عندك لوائح وقوانين بتطبقها، مش عندك اهواء وتوازنات. الحاجه الاهم من كل ده، يعني هو ايه القرار اللي انا بناء عليه او ايه الاسباب اللي بناء عليها انا توقفت؟ يعني إيه ليه؟ وبعدين في حاجه اسمها تطلع بين الشوطين، يعني انا مش فاهمها برضو. يعني الحقيقه مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. يعني صعب جدا ان انت تحس ان انت حد متربص لك، صعب جدا، مش هتنجح ابدا، مش هينفع ان انت تبقى متربص لحد ابدا ويبقى في نجاح، مش هينفع الكلام ده خالص. ثانيا، انا عندي مباراه المصري اللي جايه مثلا، يعني مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا وبالنسبه لجماهيرنا وبالنسبه للاعيبتنا وبالنسبه لمشوارنا، مهمه جدا، مهمه جدا. لو انا عملت حاجه مثلا اوكي استاهل عليها الوقفه 10 ماتشات يا عم، 20 ماتش، 30 ماتش، براحتي، براحتك، لان انت قوانين. لكن ايه اللي انا عملته؟ ولو انا عملت حاجه تقرير الحكم بيقول فيها ايه؟ انا عايز اقف مع حضرتك على نقطه تقرير الحكم، لان في بعض البنود بخاصه بايقاف عدم ايقاف محمود فتح الله واحد افراد الجهاز الفني، قال له يعني النص بيقول تقرير حكم اللقاء لم يدون فيه شيء، ما ذكرش فيه اي شيء. فالنقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها انا عايز اعرف فعلا. انا خلي بالك بس، يعني انا مش قادر افهمها ومش عايز اتنرفز اساسا، يعني عشان الامور ما تبقاش واخده سكه ثانيه. يعني لكن انت لو قاصد تنرفزني، تعاطفك لوحده مش كفايه على فكره. يعني اللي انت بتعمله ده تعاطف مع حد، تمام، ده مش كفايه ابدا. يعني لكن لو انت بتتكلم بقى على المباراه نفسها، انت عندك ما قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد المباراه، نحللها شويه. ما قبل المباراه ما كنتش اخش المباراه اصلا، اثناء المباراه كل اللي انا قلته ان احنا عايزين نلعب كوره كتير والحكم اداني انذار. بعد المباراه حضرتك ما فيش اي حاجه خالص فيها اصلا. يعني لو انت بتعملها توازنات، يعني حتى المفهوم ده ما ينفعش ان انت يبقى في اداره اصلا لكده، ما ينفعش ان انت ابقى متربص ببني ادم، ما ينفعش ابقى متربص بهيئه، ما ينفعش ابقى متربص بفريق، ما ينفعش ابقى هدفي ان انا يعني ابقى في تربص بحد. يعني خلاص انت عايز تنرفزنا ليه؟ احنا داخلين على سوبر وداخلين على مباراه المصري وداخلين على مباراه المصري وبعدين سوبر، بتنرفزنا ليه؟ يعني انت بتضايقنا ليه؟ ولو بتضايقنا على وجه حقك، لو بتضايقنا على وجه حقك، لكن ايه القرار وبناء عليه حد يطلع يقول حيثيات القرار ده ايه؟ يقول لك ما بضرب منه بعد المباراه، ما بضرب منه اثناء المباراه، بس هحللك برضه، مش هسيبك كده تقول اللي انت عايزه خلاص. لو تقول لي ما بضرب منك قبل المباراه، طب انا دخلت المباراه ازاي؟ لو دخلت ما بضرب منه اثناء المباراه، طب انا فضلت قاعد على الدكه ازاي؟ طب لو ما بضرب منه بعد المباراه، هو انا ايه اللي عملته بعد المباراه؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ ده احنا ده كل الكاميرات وكل الناس شايفانا واحنا اساسا بنهدي لعيبه بيراميدز، احنا اللي بنهديهم، احنا ما رحناش للحكم خالص. يعني كابتن سيد، يعني معلش انا هطول على حضرتك،
خلاص مباراه صعبه جدا امام المصري يعني هندخل فيها ثم مباراه السوبر، لو في استعدادات تم تجهيزها لمباراه السوبر. بص يعني برضه الشيء بالشيء يذكر، انا يعني حتى الامور التحكيميه ما بنتكلمش فيها خالص، رغم ان ممكن يبقى في حاجات يعني بتاذينا بشكل مباشر او غير مباشر، بس ما بنتكلمش، لا بنقول ما يعني بالعكس احنا في حاله في الوقت الحالي كل الناس رايحه على ضد التحكيم واحنا يعني ما بنتكلمش فيها، رغم ان مثلا ممكن يبقى بشيد جدا جدا بكل الحكام وبتكلم عليهم بشكل كويس، يعني حتى لو بيبقى ليك تحفظ بتحفظ في كوره في لحظه وتنتهي، يعني عندي مباراه المصري اللي جايه عارف كويس قوي كل الحكام هتيجي بالشكل بحكم دولي، يعني كابتن محمد معروف، كابتن محمد الحنفي، كابتن محمد الصباحي، كابتن محمد عادل، واحد من الاربعه مليار في المئه، لان انت دي مباراه هيحكمها واحد دولي، ما بتكلمش عليه ولا بضغط عليه ولا بقول له اي حاجه، رغم ان ممكن يبقى فيه اخطاء انت متاكد انها اخطاء تقديريه مش اخطاء شخصيه، يعني ممكن يبقى فيه واحد بينالتي ما اتحسبش هنا، اثنين ما اتحسبوش في المقصه، واحد ما اتحسبش في دجله، واحد ما اتحسبش في ام بي، واحد ما اتحسبش في الاتحاد، لكن في النهايه ده اخطاء تقديريه، احنا بنساند وده من اطار المسؤوليه بتاعتنا ان احنا بنساند، لو تشوف يعني محمود البنا هو بيحكم مباراه الوداد والرجاء يعني في منتهى النزاهه ومنتهى الجمال ومنتهى القوه ونموذج، انا لسه قايله قبل المباراه كده، وامين عمر في مباراه الترجي وشبابه القبائل نموذج في اداره اللقاء، هي المشكله مش بره على فكره، يعني اعتقد ان الامر محتاج حتى جهاد جريش، كابتن جهاد جريش، انا مش هقول داعم لجهاد جريش او متعاطف مع جهاد جريش، جهاد جريش السنه اللي فاتت حكم لي الجونه والاتحاد والمقاولين وبيراميدز، خسرت في اثنين واتطرد لي اثنين من الاربعه، لكن شهاده لله عمري ما حسيت ان هو متربص بينا، ممكن يبقى عنده اخطاء تحكيميه، ممكن يبقى وانا بقول لك خسران ماتشين من الاربعه ومطرود مني اثنين، لكن شهاده عمري ما حسيت بكده. كان بيحاكم نهائي افريقيا من 2016، اوكي؟ يعني فاحنا بنساند التحكيم وبنآزر التحكيم، لكن لو انت جاي توقفني عشان انت مثلا يعني بتعملها توازنات، طب لا والنادي الاهلي مش صغير عشان تعمل توازنات لحساب اي حد. لأي حد. ما تعملش توازن على النادي الاهلي حضرتك، ولو انت متربص بيا لا يبقى ما ينفعش تدير. لو انت متربص بشخص او متربص بهيئه او متربص بفريق ما ينفعش يبقى فيه اداره، لو انت متربص بحد شغال في المنظومه بتاعتك او موجود ضمن فريق العمل عندك او اسف يعني تبع المنظومه الكرويه ما ينفعش. اطلع قول حيثيات الموضوع ده ايه؟ قبل اللقاء، بعد اللقاء، اثناء اللقاء.